يا هلا بعزائي المشقلبين ومرحبا بكم في جزء جديد وحلقة جديدة من لعبة Garden of Banban الجزء السادس. فأخيرا بعد ما انتظرنا مدة طويلة يا جماعة الخير راح نكمل هذه القصة مع بعض، راح نقابل طبعا الوحوش الجديدة اللي راح تظهر في هذا الجزء. فأنا غيرت اللغة الآن للغة العربية عشان نعرف الأحداث والقصة هذه اللعبة مع بعض، فأنا متحمس كثيرا يا جماعة الخير. بدون ما أطول عليكم لا تنسونا مدعوكم الأسطوري وخلونا ندخل اللعبة على طول. طيب اوه شخصية شريف ديكستر، السلام عليكم. طيب الان نتذكر انه يعني لما صعدنا فوق او هبطنا لتحت، طيب هبطنا للاسفل يا جماعة الخير. شخصية ستينجر فلان ايش جرى لها يا شيخ؟ هذا سقط من فوق ولا ايش؟ كان راكب معانا في المصعد في الجزء الاخير. ها الزر هذا اشتغل. طيب الحمد لله يا جماعة الخير انها نزلت. اوه في ضحكة هنا، انا قاعد اسمع ضحكة. يا شيخ هذه كأنها ضحكة جستر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لا يطلع لنا. ها الممر هذا ايش في بوابة اخرى هنا؟ تمام الحالة، بدأ الرعب يا جماعة. بسم الله. بس الدنيا ظلمة هنا، الدنيا ظلمة يا شريف، تعال هنا. كأنها المنطقة اللي رأيناها في الإعلان، تشبه المنطقة اللي رأيناها في الإعلان. طيب الدنيا ظلمة من هنا. ها ايش فيه يا شيخ؟ وين راح؟ ما أشوف شي. في باب هنا، في بوابة هنا. والله ما أشوف شيء، الدنيا ظلمة يا شيخ. نحن آمنين في الوقت الحال. أوكي كأنها شخصيات طلعت ولا ما أدري إيش. ها أوهو أوكي ارحب. المنطقة هذه اللي شفناها في الإعلان، هذه هي المنطقة نفسها. أنا لا أفتقد هذا المكان، هذا هو المكان الذي لجأت إليه بعد أن... يا جماعة أخي أتوقع أن المنزل هذا اللي كان محجوز فيه الضفدع اللي شفناه في الشريط السري، هو يقول أنه كان محجوز هنا. ها أنا هنا. كما أخبرتك سابقا نحن بحاجة للحصول على صولجان الملكة. طيب أوكي الصولجان حق الملكة بونسيلا، هذا هو الشعار يا جماعة الخير. طيب لازم مهمتنا الأولى أننا نحصل على الصولجان. أتوقع أنه في مهمة فوق. طيب لأننا الباب حق شريف ديكستر ما انفتح. أوكي طيب وبعدين؟ طيب أوكي وبعدها نصعد هنا. ها ما نقدر نصعد هنا؟ لا تقولوا لي راح نروح هناك. بسم الله اوكي صعدنا الحمد لله. وبعدها نروح بالهلة. والله منطقة كبيرة شريف ديكستر. طيب خلونا نروح هناك. بسم الله اها اوكي طيب لا نطيح. القفزة وين؟ القفزة هنا ولا هنا؟ شكل الأنبوب هذا هو الأقرب يا شيخ. طيب خلونا نقفز هنا. لا 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 أها وبعدها؟ أوكي إيش في الغرفة؟ أوه قربنا نطيح يا شيخ. أوكي كان هذه كذلك يا جماعة الخير الغرفة اللي رأيناها في الإعلان. إيش هذا؟ مصابيح ولا إيش؟ أوكي مصابيح. ويل مين هذا؟ ما اقدر اتحرك. ايش هذا يا شيخ؟ بس ايش هذا؟ هذا هم الوحوش اللي خرجوا من جرب البانسيلا. بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيه هنا؟ كتاب. انت تشعر بغرابة. طيب والله اني مو اشعر بالغرابة، اشعر بغرائب. طيب في باب هنا ايش فيه في الباب هذا؟ ها مصباح. كأنه مصابيح حق الدرون. ها كأنه مصابيح للدرون. والله فجعني، لا تقولوا لي راح يطلع لي مره ثانيه. هذول هم المشاغبين يا جماعه الخير، احد شخصيات المشاغبين اللي تكلم عنها في الاعلان اللي رايناهم. بس انا كنت اتوقع انه راح يكون حجمه صغير.
بس والله ضخم يقطع شكله. بلبلينا وشريف دستر هنا. بسم الله. طيب شيئا عن شخص عادي سيدة ان هناك من اختطفها وسجنها للبلد. اوكي لازم نروح من الطريق هذه. شريف دستر قاعد يرشدنا للمفتاح. لازم نستعمل الدرون. اتوقع ان الدرون يعني في دور لاننا ما نقدر نمر في الظلمة يا جماعة الخير. ها اوكي في دور الحمد لله. طيب تعال هنا يا درون. اوكي هذا هو الزر. يلا لازم نشغل الانارة. اوكي اشتغلت الانارة. اوكي لا يطلعوا لي المشغلون دوك. اها انا كنت اتوقع انه حجمهم صغير بس حجمهم طلع كبير. اوهو منطقة جديدة الحمد لله. في مهمات كثيرة اتوقع. ها طيب ها الباب هذا ما يفتح. طيب لازم ننهي المهمات. في صبورة كبيرة ضخمة هنا. مين كان يدرس هنا؟ جمبو جوز. خلونا نصعد فوق كأنه في شغلة فوق. ها اوكي نحن في المنطقة هذه. طيب ايش هذا؟ بطاقة زرقاء. اوكي طيب بطاقة حق الباب داك. اوكي بطاقة زرقاء لازم نفتح الباب هذا. اها اتوقع اننا راح نروح لمنطقة ثانية. ما ادري يعني المنطقة هذه كأن فيها مهمات ما ادري. هلا Are they gone? والله انك شرير يا جد. لا 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 هي Don't worry I لا تقلق انا لن اؤذيك. والله انك شرير يا شيخ. انت اللي حررت الشخصيات المشغبة دي. لكنني شيخ والله انا ماني مسامحك لانك انت اللي اطلقت عليه الوحش ذاك كيتي سورس نصف قطة ونصف ديناصور. والله هو سبب المشاكل يا شيخ. طيب هو يقول انه في شغلة هنا. ها مهمة تانية هنا. طيب لا تغدر بي يا شيخ. طيب في مهمات هنا. ها ايش هذا؟ ما زال شيء. كأني اشوف شغلة هنا. ها ايش هذا؟ سماعة رأس. طيب سماعة رأس ايش فائدة سماعة رأس؟ ايش نستفيد؟ ها الباب هذا ينفتح؟ ما ينفتح. طيب وايش المهام؟ كأننا شغلنا شيء. ها انت قاعد طالع فينا هنا. طيب ابقى طالع فينا هنا. طيب المهمة ايش في مقاعد هنا في ضوء اخضر وهذول كأنهم الوان المقاعد. ها ازرق اخضر اوكي كأنهم الوان المقاعد. طيب نبدأ بالطاولة اللي فيها مقاعد خضراء وزرقاء. مقعدين باللون اخضر ومقعدين باللون الازرق. طيب اوكي هذه هي. اوكي والمهمة اللي بعدها مقعد باللون البنفسجي وثلاث مقاعد باللون الازرق. مقعد باللون البنفسجي ثلاث مقاعد باللون الاخضر. اتوقع انه هذه هي. ها اوكي هذه هي. طيب ايزي اتوقع ان الان راح تنجح. اوكي نجحت يا جماعة الخير. اوكي ضوء اخضر هنا. المهمة الاولى انتهت. باقي المهمة الثانية بالضوء الازرق ونفس الشيء. يعني لازم نشوف الوان المقاعد. باقي طاولة فيها مقعدين زرقاء ومقعدين خضراء. هذولا مقعد. اوكي هذه هي طاولة. اها طاولة اخيرة. اوكي مهمة الضوء الازرق انهيناها. في مهمة اخرى يا جماعة الخير ضوء الاحمر. هذه هي مهمة الضوء الاحمر. طيب. باقي لنا طاولة واحدة والأخيرة وننهي المهمة. مهمة الضوء الأحمر هذه أتوقع أنه هذه هي. أوكي هي. ها طيب يا جماعة الخير كل الأضواء الآن مشتعلة الأحمر والأخضر والأزرق. إيش بعدين يا جستر؟ إيش المهمة اللي بعدها؟ ها أتوقع أن الأضواء هذولا لازم يعني نرتبهم لأنه في كتابة. ها في كتابة هنا بس وين نرتب الأضواء هذولا؟ أتوقع أنه
في جدار ولا دقيقة. أوكي نقدر نديرهم شمال ويمين. أوه دقيقة نقدر نسلط الأضواء هذولا على السبورة. ها يعني الكتابة ديك لازم تروح عند السبورة. دقيقة خلي ها هكذا. والله المهمة هذه غريبة يا جماعة الخير. يعني قبلها كنا نرتب الكراسي والطاولات والآن نرتب الألوان. أوكي دقيقة أيوه بس إيش معنى الكلمة هذه؟ طيب دقيقة خلينا نشوف الكلمة هذه. الضوء الأزرق ناحية الشمال. أوكي الكتابة إيش قاعد يصير؟ هي في توقيت هنا جستر وين راح؟ يا ساتر هذه مهمة ولا ايش قاعد يصير؟ اوكي اتوقع انه شخصية من شخصيات المشاغبين قد طلعت في هذه الساحة. ها؟ Don't say a word. لا تقول اي كلمة. لا تقول كلمة يعني ما راح نتكلم. اوكي مين هذا؟ It's your friend, Bambang. I need your help. هذا يقول انه صديقنا بامبان. Don't even think about opening this door. اوكي يعني هذا مخادع. دقيقة. لا هذا مو صوت بامبان. انا عارف صوت بامبان يا جماعة. لا. ويل يا جماعة راح يكسر الباب هذا. يا جستر. يا جستر اعمل شيء. The lights are turning back on. Oh my god. لا تقول لي راح يدخل علينا. اوكي. راح. انتهى كل شيء. والله اني كنت عارف انه مخادع مو بانبان. انا عارف صوت بانبان. طيب ايش بعدها يا جستر؟ ها؟ اوكي بوابة. اوه زر الصولجان. زر باب الصولجان الملكة. طيب يعني أمهينا الزر الثاني. باقي لنا زرين أتوقع. ها يلا يا جستر خليني أطلع من المنطقة هذه. والله مهمات كثيرة كانت في المنطقة هذه الصراحة يا جماعة الخير. المهمات الجزء السادس هذا يعني هي أقوى مهمات شفتها أو لعبتها في أجزاء بانبان. طيب يلا يا درون يلا يا جستر خلينا نطلع من المنطقة هذه. أتوقع أننا أنهينا كل المهمات. طيب نحن عائدين الى البوابة بوابة الصولجان. مين هنا؟ بنبلينا وشيف ديتستر بنوا قلعة هنا ولا ايش؟ بنوا حاجز عشان ما تدخل الوحوش. ها؟ هو يتهمنا اننا مجرمين. يا شريف ديتستر يا شريف جستر فقط قاعد يساعدني. طيب ولا إيه؟ ولا لا هذا هو بلبلينا. تعال يا شريف. تعال يا شيخ وين اخذها؟ تعال يا درون وين اخذوها بلبلينا المسكينه؟ اخذها دعاك المشاغب. يلا الدنيا ظلمه ما اشوف شيء. اختفوا اخذوا بلبلينا المسكينه. يا جستر ليش ما ساعدتها؟ اوكي ستينجر فلين هنا ايش قاعد يعمل هنا؟ والله المهمه عملنا كل مهمات يا جماعه الخير بس باقي لنا مهمتين. لكن الغريب انه بنبلينا ما طيب الباب هذا ما هو راضي يفتح. لازم نخلص المهمتين اللي باقيين. بس بنبلينا يا جماعه الخير ما ادري ايش سالفتها. وصلنا يا جماعه الخير للمنطقه الثانيه اللي فيها المهمه الثانيه. ايش هذا الصوت؟ اوكي صوت المصابيح. ايش في هنا؟ الشخصية الحديدية. طيب اوكي بطاقة صفراء. طيب الشخصية هذه ما تتحرك؟ لا ما تتحرك. مستر كباب هذا كبوب ما يتحرك. وات؟ والله يا جماعة الخير في كمية مهمات وخريطة كبيرة. مين هذولا؟ في نصف جستر من هنا ونصف الاخر من هنا. تذكرت يا جماعة تغير هذول اللي كانوا في الإعلان سقطوا من فوق. بس إيش راح يصير؟ هم جزء من جسم واحد بس قاعدين يتخاصمون. يا رب ما نسقط من فوق.
مثل قطعتين جستر دوك. بسم الله بسم الله. طيب 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 ايش هذا؟ ها قبعة الدرون. اوكي 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 ايزي. اوه في منطقة في الاسفل يا جماعة، في منطقة تانية نقدر نروح للمنطقة هذه. دقيقة. اوكي 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 الحمد لله ما سقطنا. طيب يعني في منطقة اسفل وفي منطقة فوق. طيب في زر هنا حق الدرون، تعال هنا يا درون. طيب ضغطنا زين. ها يا اخي والله درون يعني عمل مهمات كثيرة معانا اليوم. طيب في زر هناك بعيد، ما ادري اذا كان راح يقدر يضغطه ولا لا. ما نقدر نضغطه يا شيخ. طيب ليش؟ اوكي خلينا نصعد فوق ونفتح الباب ونشوف اذا كنا راح نروح لمهمة اخرى، لان الزر داك ما هو راضي يضغط. هذه شخصية جستر اخرى يا شيخ، كم من شخصية جستر موجودة هنا؟ والله انهم مجانين يا جماعة، الغير شخصية جستر كلها مجنونة. هذا كمان عنده نكتة وحابب يقول لنا من نكتة. فكنا من نكتك يا ايش هذا؟ ما نقدر ننزل اسفل. طيب خلونا نصعد فوق. هذا هو نفس الممر يا جماعة الخير اللي شفناه في الإعلان، كانوا الشخصيات المتوحشة تجري ورانا. طيب افتح الباب. هلا 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 بانبان هنا. اوكي يبغى يساعدنا بانبان. ايش المهمة اللي بعدها؟ طيب راح نتبع بانبان عشان يورينا الطريق يا جماعة. هذا الباب مغلق. يا بانبان ايش تبغانا نعمل؟ اها عرفت يا جماعة، انه في علامة هنا حق الدرون، يعني لما نضغط الزر هذا والدرون في الاسفل، الدرون موجود في الاسفل ولما نضغط العلامة هذه راح يضغط الزر اتوقع. اها طيب ضغط لنا الزر. والله لازم تشغل مخك، يعني في مهمات مخفية هنا، في ازرار مخفية في اللعبة هذه، في الجزء هذا يعني معقد كثير. طيب افتح لنا الباب. تفضل يا بلبان تفضل. الدنيا ظلمة يا جماعة، وين انت رايح يا بنبان؟ الدنيا ظلمة. يا رب ما يطلعوا لنا الوحوش المزعبة ديك. يلا ايش موجود هنا؟ اها منطقة اخرى يا جماعة الخير، في مناطق كثيرة في الجزء هذا. طيب يا بنبان وين احنا رايحين؟ اوكي اوكي يقول لنا افتح لنا الباب. انا راح افتح لك الباب وانت يعني وريني بس المهمات. ولا في بنبلينيتين هنا. هذه المهمة يا جماعة الخير شوية معقدة، يعني لازم شخصية بنبلينة هذه نحركها ونجيبها الى هذا الممر، بس في شخصيات كبوب هنا كثيرة. طيب طيب لازم نزيحها، نقدر نزيحها. اوكي نزيحها شمال ونجيب شخصية بنبلينة للامام. ما هو راضية تتحرك يا جماعة، يارا تحركي. اوكي ايزي 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 يا جماعة، باقي لنا حركتين بس، حركة الاولى والحركة الثانية. اها ضغط لنا الزر. ايش الزر؟ الباب ما انفتح يا شيخ. ايش؟ لا تقول لي راح نرجعها الى مكانها لما كانت الاول. يلا حركة واحدة اخرى. طيب ضغط نزل. يلا ايش بعدين؟ في رسمة هنا جنبو جوش، جنبو جوش يقول لنا انني قوي. اوكي 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 مهمة تانية بس هي قصيرة، تبدو يعني الخريطة هذه او المخطط هذا اصغر من المخطط اللي كان في الاول. طيب حركتين بس ونرجع بنبلينا للبداية. طيب انتهينا من المهمة التانية، ايش المهمة اللي بعدها؟ حلينا اللغزين. اوكي فتح الباب هنا، فتح الباب هنا بطاقة حمراء. اوكي بنبان ومصباح، ما ادري ايش هذا اللغز الثاني من بنبان ومصباح. ما يفتح يا بنبان، والله ما يفتح، والله ما يفتح. طيب دقيقة ايش الزر هذا؟ اها ندري. اوكي يعني في زرين. طيب 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 افتح يا سمسم. لا 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 تعال 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 هنا، تعال 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 تعال، ابغى اشوف شكلها يا شيخ، والله غريب. ايش ده؟
اوكي كان مصاب يا جماعة الخير، كان مصاب بحديدة. ويل مين هذا؟ اوكي دقيقة، هو يقول لازم ندخل داخل. مين هذا؟ لا 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 بانبان، والله انه شكله اكبر من المشاغب ذاك الصغير. صح، يقطع شكله. وكأس جستر، جستر جاي ينقذنا. افتح الباب، افتح الباب. لا مستحيل، قتلهم الاثنين. جستر مات، بلبان مات. يا جماعة ايش قاعد يصير هنا؟ يا ساتر. طيب طيب خلينا نفتح الباب هذا. افتح الباب. طيب بطاقة بنفسجي. اوكي عشان نطلع من المكان هذا ما نقدر ناخذ هذه عشان نصيب بها المزعب ذاك الكبير. وين راح؟ السلام عليكم يا شيخ. وين قتل بامبان؟ جستر كمان هنا. جستر والله انك تستاهل، انت سبب اللي انت سبب تحريرهم، انت اللي حررته. يقطع ام الحاله. طيب طيب خلونا نطلع من المكان هذا، ما في وحود، ما نقدر نغلق الباب. طيب المهم اننا نطلع. اتوقع انه داك هو زعيمهم، اتوقع انه اللي طلع لنا وقتل بامبان وجستر هو زعيم المشاغبين، لانه شكله ضخم يا جماعه الخير. طيب باب اخر هنا، والله شكله ضخم يا جماعه. اوكي منطقة جديدة. منطقة جديدة. هلا ارحب. جستر هنا. الشيخ ايش قاعد يصير هنا؟ رأسي يؤلمني. هلا رأيت. انا اعرف هذا المكان. مفتاح موجود على المكتب. طيب هذه المنطقة اللي رأيناها في سورة الإعلان. ايش في هنا بعدين؟ طيب سيتعين علينا تشغيل الطاقة. هذه هي الطاقة ها؟ خلونا نبدأ المهمة هذه. اوكي ايش في يا جستر؟ ايش في يا جستر؟ ها؟ اوكي هو يقول يعني لازم نسلط الأضواء هذه على المشاغبين. وين 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 هم المشاغبين؟ اين هم المشاغبون يا جستر؟ اوه واحد هناك، واحد هناك على اليمين، واحد هناك على اليسار. هذا هو هذا هو. اوكي اوكي سلطنا عليه الضوء. يقول لازم نشغل الطاقة. طيب 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 طيب. اوه في واحد هنا، في واحد هنا، في واحد هنا. اوكي ابلع ابلع ابلع. اوكي اوه في واحد كبير ضخم من هنا. طيب وين الثاني؟ الثاني هناك. طيب الثاني هناك. يلا يلا يلا. اوه ضغطك ثانية. اوكي واحد هنا. يلا يلا والله مهمة صعبة. ليش مهمات الشابتر السادس اصعب من المهمات؟ اوه في جماعة. يلا يا شيخ ايش يبغانا هذا؟ لا لا الطاقة تحت، ما قدرت لها. هذه مهمة صعبة يا اخي، ما ارادة تخلص هذه المهمة، والله طويلة، طولنا يا شيخ. طيب 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 الزر هذا، الزر هذا. اوكي 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 انهينا، والله صعبة كثير يا شيخ. طيب في بوابة هنا انفتحت. اوكي رسالة ثانية، ما راح اقرا الرسائل حتى احلل اللعبة هذه. اوكي الحمد لله، الزر الاسطوري، زر الملكة بونسيليا الصولجان. يلا 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 نطلع من المكان هذا. يلا يا جستر انهينا المهمة هذه. طيب الان تعال يا درون. وين الدرون؟ ها اللمبات هذه تشتغل لحالها، ما نستعمل الدرون. طيب 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 صايرة المهمة سهلة الان. طيب ايش تبغى تتحدث يا جستر؟
حققنا تقدما كبيرا حتى الآن وهو ما يرفع من معنوياتي حقا. أنا في مزاج لأقول نكتة. لا مستحيل، ما رح أسمع نكتك يا شيخ. ماذا تسمي الضفدع المنزعج؟ إيش رح أسمي الضفدع المنزعج؟ غير سعيد. What the fuck. تو عليك وعليك. وين رايح؟ تعال يا جستد. أوه بنبان، بنبان عاد للحياة. بنبان ما مات؟ يعني ما قتلهم ذاك المشاغر؟ ها كيتيسورس هنا؟ لا تقولوا لي راح نتقابل نتبارز معاه. كلهم صاروا معانا يا شيخ، كلهم صاروا يساعدونا. ليش طيب، ليش كل الوحوش صارت تساعدنا؟ يعني هم خايفين من المشاغبين؟ والله أمره غريب، والله أمره غريب. مين هذا؟ ناب ناب قاعد مزيون. ما نقدر نفك ناب ناب، ما نقع. لا ناب ناب ما نقدر نفكه، بس مين سجنه هنا؟ ها؟ ما أدري مين سجنه، أشياء غريبة قاعدة تحصل في الجزء هذا. طيب يا جماعة الخير، راح نوقف هنا عشان يكون في جزء ثاني في هذه اللعبة يا جماعة الخير، لأنه صاير المهمة طويلة والله عرقت يا جماعة الخير. فلا تنسونا طبعا من دعكم الأسطوري يا جماعة المشقلبين، ونشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.